آملين في التغيير وانتخاب الأفضل لخدمتهم، توجه ملايين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات التي ألغيت سابقاً عقب موجة احتجاجات شعبية على سوء أدائها. يرى المراقبون أن هذا الاقتراع يبعث الروح مجدداً في هذه المجالس، لعلها تكون قد استخلصت الدروس من تجارب سابقاتها. الممارسة بعد 10 سنوات يعني أكو تعطش إلها، أكو تعطش لنقطة معينة يعني لفوز نخبة تغير الواقع الخدمي في العراق. هو هاي الشغلة إن شاء الله نتمنى أن تكون النخبة من النساء والرجال نخبة نوعية تحدث أثراً فعلياً في الواقع العراقي وفي الواقع الخدمي العراقي. حسن الأداء من عدمه لن يكون التحدي الأوحد لمجالس المحافظات المقبلة التي تعد الجهة الرقابية المباشرة على عمل المحافظين وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن، بل تأتي مقاطعة التيار الصدري لتطرح تحديا آخر، إذ يمثل جمهور التيار بحسب المراقبين للشأن السياسي العراقي القاعدة الأكبر للمناطق الفقيرة التي هي بأمس الحاجة لتقديم الخدمات. أعمل منها يصير تغيير إن شاء الله، تجي أمور جديدة حديثة تريح العالم من بطالة، من الكهرباء، من الماء، خاصة ذولا بالمحافظات. طبعا المشاركة بالانتخابات هو واجب أخلاقي ووطني على كل شخص، باعتبارنا وإحنا بهذا اليوم نقدر نحدد ما راح نعيش بال4 سنوات المقبلة، باعتبار مجالس المحافظات أساس مباشر بالحياة المواطنين، من خدمات اللي تتوفر له، من تشريعات اللي تخص حياته اليومية في المحافظة. فمن الضروري أنه أكون يعني جزء من صناعة هذا الواقع، لا أن أكون فقط ناقد في المستقبل، لا يحق لي النقد لاحقا في حال أنه أنا ما كنت مشارك في صناعته. من الناحية العملية تعتبر الانتخابات المحلية مؤشرا تمهيديا لحجم القوى السياسية في انتخابات مجلس النواب، فكلما زادت مقاعد الكيانات السياسية في المجالس المحلية صارت أقرب للفوز بمقاعد مماثلة في البرلمان المقبل. يأمل الناخب العراقي أن تقود مشاركته في الاقتراع العام إلى إفراز مجالس محلية جديدة قادرة على خلق واقع خدمي جديد فشلت سابقاتها في تحقيقه. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.